السلام عليكم الزول الفلاوي، راكم تقراو الغاز الغاز شوفوا ورانا، رانا في فرنسا، في باريس، فرنسا تشرب الغاز تاع البلاد باطل حتى 2043. ارا باطل هنايا، باطل هنايا، وباطل لي هنا. السلام عليكم الزول الفلاوان، الناس اللي راهم يقولوا في السوناتراك باللي ما راهمش يمدوا باطل الغاز راهم يكذبوا عليكم، والسكان اضرار على بالهم ويعطيهم الصحه، على بالهم باللي من 2002 حتى 2043 الغاز طبيعي من ولايه اضرار راهم يمدوا فيه الفرنسا باطل. راكم سمعوا، دينار ما يعطوش، دولار ما يعطوش، اورو ما يعطوش، باطل. والسكان عين صالح وبارك الله فيهم على بالهم بها، وعلى بالهم باللي حنا مشينا ابشي من تيجي والزول، عين صالح تيميمون، وفتنا على ادرال وفهمناهم وهضرنا في رحبه ودينا حوار مفتوح وبارك الله فيهم، وهما اللي غالب على بالكم باللي جنوب يهضروا، يعني شكون يسمحهم في الصحراء؟ لو كان الشمال ما نعاونوهمش خوتنا تاع الجنوب ما يقدروا يديروا والو، يد واحده ما تصفقش يا جماعه، يد واحده ما تصفقش. السكان عين صالح ولا السكان اضرار ولا السكان ايفيزي ولا السكان حسيرمل ولا لغواط ولا غردايا، وحدهم ما يقدروا يديروا والو يا جماعه. لازم نديروا كاع اليد في اليد باه نربحوا ان شاء الله فيكم لا فيكتوار، فهمتوني؟ لازم نعاونوا خوتنا تاع الصحراء مساكن، باب الطبقه الجوفيه، وعلى بالكم في عين صالح وفي تيميمون خبجوها، حاشاكم خبجوها، باسكو راهم يديروا في الغاز الصخري مع الشركه الفرنسيه توتال. دونك لا فرانس مالوروزمون اكسبلوات لو غاز ناتوريل دادرار غراتويتمون جوسكان 2043 سلون ديز اكورد سينيي ان 2002، اي سولا او ديتريمون ديز انتيري دو لالجيري اي دي باي دو سود، اي لا فرانس اوسي افيك لا سوسيتي توتال اكسبلوات لو غاز دو شيست كون ابال لو تايت غاز à Tibimoun depuis le 1er janvier 2018, et ce tight gaz passe par Hassirmel avant de monter à Erzio et aller dans les pompes à essence de l'hexagone français. Voilà. En tout cas, le موضوع تاع اليوم. ما هو الموضوع تاع اليوم؟ هضرتكم على الغاز باسكو قبل لي ما خلانيش. من 2014 وانا نفهمكم باللي الغاز فرنسا راهي تشربوا باطل، اسبانيا باطل في اليزي، ايطاليا باطل في حسي بركين، امريكان بترول باطل في المرك مع الشركه الامريكيه انا داركو، وهذو الحكام ما بغاوش يفهموا بعيث نقولوا باودي استحفظوا على بلادنا، استحفظوا على بلادنا، ما على بالهمش كاع. معليش الموضوع تاع اليوم يا جماعه لازم نسيبوا حل سياسي باه نخرجوا من هذه الازمه السياسيه اللي تقدر ترجعنا في الوقت العشريه السوداء. على بالكم باللي التاريخ يتعاود، ليستواغ سو ريبيت، وفي 92 داروا السيناريو كيف حبسوا الانتخابات، طردوا الرئيس، ومن بعد واش صرا؟ كي خرجنا من الدستور 10 سنين والشعب الجزائري يموت، 200,000 جزائريين ربي يرحمهم ماتوا، 18,000 ما زدناش كاع ما سمعناش بهم، 200,000 مور، 18,000 ديسبارو، تو سولا باسكو الجيري ا انولي لي زيليكسيون، الجيري ا ديستيتوي لو بريزيدون شادي بجديد لو 11 جانفي 92، اي الجيري سي تيكارتي دو لا ليغاليتي كونستيتيسيونيل. يا جماعه انا ما عندي حتى انتيغي بيرسونيل، ما عندي حتى يعني انتيغي شخصي، انا مواطن كيما كاع توما، بصح ما رانيش باغي وما راناش كاع باغيين باللي الجزائر تولي كيما 92، ومن بعد شفتوا واش صرا، فاني قتلوا الرئيس تاعنا مسكين اون ديريكت على المباشر سي محمد بوضياف ربي يرحمه. دونك انا عندي فكره، هذه الفكره
بغيت يعني ندير حوار معكم يا جماعه، هاكم تشوفوا باللي راهي خلوطه البلاد في هذا الوقت، راهي خلوطه، راهم يحبسوا الناس في الحدود، العسكر ما راهش يتفاهم مع المخابرات، المخابرات ماهمش يتفاهموا مع المراديه، وهي رايحه، وهي رايحه على بالكم باللي هذه القضيه بدات كيحبسوا الانتخابات نهار 11 مارس، وعلى بالكم باللي كي واحد يحبس الانتخابات، كي واحد يخرج من الدستور، وفهمتكم شحال ما خطره باللي بالنسبه للجمهوريه الدستور كما القران في المجال الدين، في الدين كان القران الكريم، بصح في الجمهوريه كان الدستور، اي واحد يعفس على الدستور، اي واحد ما يحترمش الدستور، اي واحد يبغي يحكم بدون الشرعيه الدستوريه، اي بلاد اللي تخرج بالدستور وتخرج بالشرعيه الدستوريه، واش يصرى لها؟ يصرى لها الحرب اهليه، لا غير سيفيل، وحنايا ما راناش باغيين نعاودوا كما في الوقت التسعينات. فكره تاعي يعني بسيطه، ان شاء الله على بالكم باللي العودة الرئيسي عبد الزيد بوتفليقة حي ولا ميت تكمل 28 افريل يا جماعه، قبل 28 افريل ننظموا استفتاء ريفيراندوم avec trois propositions. يعني نطلبوا من الحكومه ما هو الحل تاعها بالنسبه للجزائر، نطلبوا المعارضه ما هو الحل تاعها بالنسبه للجزائر، ونطلبوا من الحراك الشعبي لو موفمون بوبولير ما هو الحل تاعو بالنسبه للجزائر باش نخرجوا من هذه الازمه السياسيه. لا بروبوزيسيون كو جو في لا سويفونت، Je propose l'organisation d'un référendum populaire avant la date butoir du 28 avril, où il y aura trois propositions. La proposition du gouvernement pour sortir de la crise, la proposition de l'opposition pour sortir de la crise et la proposition du mouvement populaire pour sortir de la crise. Et c'est le peuple algérien, selon l'article 7, qui dit que le pouvoir en Algérie vient du peuple et du peuple seulement. Et c'est le peuple algérien qui décidera quelle proposition il retiendra. Ya jma, le madda 7 تاع الدستور الجزائري واش تقول؟ تقول باللي الشعب يجي الحكم يجي من الشعب. هذه المادة 7. المادة 8 واش تقول؟ تقول باللي في الدستور الجزائر نقدروا يعني ننظموا استفتاء. On peut organiser un référendum. والمادة 12 تاع الدستور واش تقول؟ تقول باللي كل شيء بالشعب، من الشعب وإلى الشعب. يا جماعة لازم نستحفظوا على بلادنا، لازم ما نرجعوش في الوقت التسعينات، لازم نخلوش الخارج يدخل في الموضوع الشخصي تاع الجزائر بلاد الشهداء ربي يرحمهم. على هذا الشيء بالنسبة لي الفكرة هذه تقدر تكون حل سياسي، حل سياسي لأنه هي دخلة في الدستور الجزائري، وعلى بالكم باللي ما نقبلوا حتى فكرة اللي خارجة من الدستور الجزائري، لا مرحلة انتقالية، لا أي فكرة اللي ترجع بلادنا في الوقت العشرية السوداء. على هذا الشيء راني نقدم لكم هذه الفكرة دستورية اللي راهي مكتوبة في المادة 7، في المادة 8، وفي المادة 12 تاع الدستور الجزائري. نظموا هذا استفتاء قبل 28 افريل ان شاء الله، ونسيبوا حل سياسي بيناتنا، ما ندخلوش الخارج في المشاكل تاع الجزائر. والسلام عليكم وتهلاو في روحكم، والتحيه للجزائر والله يرحم الشهداء.